سيتربع هذا المشروع على مساحة تقدر ب 117,000 هكتار، وهذا راح يسمع باش نوضع 3 أقطاب في الجنوب الجزائري بالأخص كما تقدمت بولاية أدرار. الإنتاج راح يكون على 4 مراحل. المرحلة الأولى ننتظرها في آفاق 2026، والمرحلة الرابعة تكون عند نهاية بعد 9 سنوات من انطلاق المشروع، وراح يغطي 50% من الاحتياجات الوطنية من السحوق الحالية. بعد ما تم إمضاء هذه الاتفاقية راح ننطلق في مرحلة ثانية، هي إعداد يعني عدة اتفاقيات لوضع القانون الأساسي أولا لهذه الشراكة، اتفاقية خاصة بالمساهمين في الشراكة، اتفاقية شراء هذا الحليب، اتفاقية خاصة بالامتياز ووضع تحت تصرف الشريك 117,000 هكتار. وسيتم أيضا لمرافقة المشروع بتنصيب لجنة مشتركة في ظرف 15 يوم. دور هذه اللجنة هو مرافقة المشروع وتسهيل كل الإجراءات لكي نحقق انطلاق المشروع هذا خلال هذه السنة إن شاء الله. راح تكون في خرجات ميدانية، وانطلقت خرجات الميدانية منذ أسبوع لزيارة المواقع. غدا الشريك القطري مرافق من جامعة المحلية، مسؤول المحلية، راحين تكون عندهم خرجة ميدانية لزيارة المناطق اللي راح يكون فيها المشروع. إذن هذا يعني الحاصلة الأولى لهذا المشروع. نجدد تشكراتنا لهذا الشريك اللي هو شريك هام للدولة الجزائرية. هذا المشروع يكون مشروع مشترك ويكون عنده آثار جد إيجابي على الاقتصاد وعلى تموين السوق، وشكرا.